بيش لشغلة مش موجودة، ببلش في الفم، بننزل لحمض المعدة ببلش يزيد من عملية إفرازه، بيجهز بحاله أو مفكر خلاص يعني مدام شميت الريحة بالعادة لازم خلال ثواني يبقى الأكل داخل. المرارة والبنكرياس بتبلش تنزل حسب الروائح اللي بتشمها، بتبلش تعمل إفرازات. إذا روائح مثلاً سكريات في الحالة البنكرياس بدها تفرز إنسولين أكثر، في حال شمينا لحوم البنكرياس هتفرز إنزيمات هاضمة مش إنسولين لأنه ما في سكر، في دهون ولحوم وبدنا نعملها عملية عصر. المرارة بتبلش تفرز لأنه خلص الأكل جاي وصار واصل. الأمعاء بتبلش تعطي الأصوات، هذه أصوات لما نحس إنه بدنا نوكل بصير في أصوات الكركعة، أصوات حركة الأمعاء الدقيقة، ما هي بلشت تهضم نفس الشيء لشغلة لسه مش موجودة. هاي بس تخيلاتنا بسبب إنه حسينا في شيء ورائحة شيء. المهم كل عملية الهضم بتتم بالشكل الفسيولوجي الطبيعي، وبناء على عملية الهضم هذه والروائح الإنسولين ممكن يرتفع، الكوليسترول ممكن يرتفع، عندي الغدد اللعابية وإفرازاتها حيرتفع، وحشعر في ارتياح. ارتياح لأنه الجهاز الهضمي لما أحس أكل وما أكل هذا بيريحني لأنه تابع للجهاز الجار سمبثاوي، الجهاز العصبي الجار سمبثاوي. يعني إذا بدنا نرتخي ونريح حالنا ونريحنا في نفسيتنا من الضغط النفسي بنعمل السويتش ونصير نفكر ونشم روائح، أو الناس المكتئبين بدبوا على الأكل وروحوا في اتجاه الأكل لتخفيف الاكتئاب. إحنا نستخدم قوة التركيز وكذا وبنحصل على نفس الإجراءات ونفس الأمور. فكل عملية الإفراز والهضم وبننصح كمان على الريحة لأنه بنمتص بشكل أفضل بسبب التخيلات. مثال ثالث على أو رابع على موضوع التخيلات اللي هي أمور مش موجودة بس بنحس فيها، اللي هو موضوع الفانتوم بين، فانتوم بين أو المرض الألم الوهمي اللي مش موجود. الفانتوم بين بيحصل عند كثير من الحالات، من هالحالات اللي بفقدوا الأعضاء، يعني بصير في عندنا امبوتيشن قطع للعضو نتيجة إصابة، نتيجة حرب، نتيجة دمار، فالعضو هذا الإيد مش موجودة، الرجل مش موجودة، القدم مش موجودة، الإصبع مش موجود، السن مش موجود، نفس المبدأ. منطقة في الجسم عملت لها عملية وجراحة ومش موجودة. المهم إزالة شيء من جسمنا وهلا الشيء هذا والعضو هذا مش موجود، المرارة مش موجودة أو عملت عملية استئصال لأي شيء مش موجود، الطحال مش موجود، بس الدماغ والخلايا العصبية في الدماغ وقشرة الدماغ فيها كل هالمواصلات العصبية الواصلة في هذه الأعضاء، والمواصلات العصبية هذه أو الأعصاب ومناطقها المحفوظة في الدماغ ومناطق الذاكرة لهاي الأعضاء كلها في الدماغ لساتها موجودة، وهذه بتضلها يوصلها إشارات من هاي الأعضاء اللي فقدت بغض النظر هل هي موجودة ولا مش موجودة. إذا الإيد لو مش موجودة بس أنا بمجرد فكرت إنه قاعد بحرك إيدي فأنا عمليا ببقى أحرك بإيدي حتى لو مش موجودة، هاي نهاية العصبية بتضلها طالعة نازلة من قشرة الدماغ للإيد ومن الإيد للدماغ حتى لو ما في حركة، بس المجرد التفكير في إنه قاعد بحرك الإيد بالطريقة هذيك بسبح بالطريقة هاي الدماغ هيك بتعامل مع الموضوع. هلأ في عنا مشكلة، إذن العضو هذا اللي كان صار فيه قطع صار مؤلم، العضو اللي مش موجود في صارت ألام، ألام مبرحة، ألام مزمنة، ألام وتنميل وخضران
كأنه في عندي جرح في الرجل، كان لسه في عندي إصابة وهو الرجل كلها مش موجودة قطعت، بس هيك الأحاسيس وطلها الألم توصل للدماغ بالطريقة هذه فانتوم بين، ألم مش موجود بس بشعر فيه وبشكل شديد، وأنا مش وأنا عارف إنه ما في إشي، يعني راحت الرجل وصار في عندي قطع، بس بضلني أشعر في الألم. طبعا هلا علاج الفانتوم بين هاد كمان علاج سلوكي عن طريق وضع مرايه وخداع الجهاز العصبي انه يشوف انه على المرايه انه مثلا بحرك الايد اليمين او بحرك الاجر اليمين اللي هي مش موجوده، بس انا بطلع على المرايه وشايف الاجر الشمال بتتحرك كانها الاجر اليمين، هذا للدماغ للعينين. فبصير أعمل كل الإجراءات العلاجية للإجر الشمال اللي هي مش ما فيها وجع، بس للدماغ شايفها اليمين، يعني بعمل مساج في زيت زيتون أو زيت مخفف للوجع للقدم ماشي اليسار اللي مش مؤلمة، اللي بتأثر في الدماغ وببطل أحس في الوجع اللي في إجر اليمين. بعمل تمارين للإجر الشمال، بعمل مش عارف إيش، كل الإجراءات العلاجية اللي بسويها للعضو اللي هو المفروض يكون فيه وجع بعملها، اللي المريض يحس إني قاعد بشتغل على إجره الموجعة هذه والدماغ يشعر. طبعاً المريض عارف إنه في مراية وخدعة، بس العقل الباطن ودماغنا مش عارف، مش وسهل إن نتحكم فيه، يعني شوية ريحة على الريحة شغلنا كل الجهاز العصبي والهرمونات والكورتيزول والإنسولين كله ارتفع، بس على الريحة، على الريحة. حتى الجهاز العصبي نفسه في بعض الأحيان بيغير الروائح حسب التوقعات، مثلا واحد بيحب الملوخية، طبخة الملوخية وجعان وشم ريحة ثومة محمصة، هاي الثومة مع الليمون اللي بتنحط على الملوخية لما تجهز، ريحة الثومة اتحولت عنده في دماغه وصار يشعر ويشم روائح ملوخية، مش ريحة ثومة بس ملوخية، يعني اتحولت الشعور حاسة الشم اتحول وصار بدال الثومة صار تركيبة كاملة من طبخة كاملة ملوخية اللي هي كنت أفكر فيها وبدي إياها. فهذا من سياسات الجذب، هيك بنشعر فيها وجسمنا بتعامل معها وبنبسط وبرتاح، فقط بمجرد الشعور طوال الواحد برتاح نفسيا وبتبلش الهرمونات السعادة والسيروتونين تفرز بمجرد شم ريحة طبخة بحبها، وفي هاي الحالة ريحنا حالنا بمجرد على الريحة، على الريحة، على الريحة. هذا بالنسبة لحاسة الشم وكديش هي قوية ومش بس حاسة الشم، حاسة التركيز وحاسة النظر، إذا بدنا نركز على شيء لازم نحط كل حواسنا في الشيء هذا، سمعنا لازم يكون في أي شيء بدنا نركز عليه، سمع، نظر، لمس، كل أحاسيسنا الداخلية الخارجية بدها تكون مركزة على أي شيء بدنا نحسنه وبدنا نبدعه. ومش شرط دائما، يعني التركيز بيخفف شوية علينا من الأعباء الثانية كتمارين متواصل لساعات طويلة، هيك أنا بقصر المدة إذا ركزت في التمرين وفي الحركة وبقصر من الجهد وما بتعب وبحقق شيء إضافي، يعني نتيجة أفضل إذا فقط ركزت وركزت كل حواسي على هاي الطرق العلاجية الطبيعية. طبعاً هذه النتائج اللي حنحصل عليها نتيجة التركيز وإنه متوقعين ومتأكدين إنه حتجيب نتيجة، لأنه غيرنا جابت نتيجة كويسة معهم واستفادوا زي ما بنشوف في التعليقات. هذا بالنسبة لنا أي شيء بدنا نسويه. هلا الحالة النفسية كمان كإن نشوف إنه الناس التانيين استفادوا وهيهم تحسنوا بعد ما كان عندهم مشاكل كتير زي خشونة الركبة مثلا الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة اللي هي من الحالات الصعبة انه تعالج، بس لما شفنا انه ناس كتير تحسنوا
وما راحوا على العمليات ومشوا أمورهم الحياتية بدون حاجة لعملية تغيير مفصل، هذا كمان بعطينا حالة الشو.